الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شاءت أقدار ربي سبحانه وتعالى أن تكون الحياة صراع، صراع بين الحق والباطل، بين دعاة الخير ودعاة الشر، بين دعاة الموت ودعاة الحياة. ونحن هناك جيل عاصر التأسيس لا نعدو إلا أن نكون حلقة في سلسلة، ثم التحقنا إحنا بهم وإحنا كي أسسنا الجماعة الإسلامية بتونس، كان العمل دعوي محض. وقت اللي جاء الشيخ محمد شمام والشيخ حسن التومي والشيخ صالح نوير وسي عبد الرؤوف نسيب سي محمد شمام، العمل الإسلامي خذا منحة أخرى، حيث أسس الشيخ محمد شمام التنظيم وكان مقتصرا على الدعوة في المساجد ورد الناس إلى الله ردا جميلا. وبعد ده حسب التجربة وحسب اتساع رقعة الدعاة والمجتهدين في الحق الإسلامي في الفترة هذيك، أصبح عمل دعوي وأصبح عمل تلمذي وأصبح عمل اجتماعي، وكل مرة يتوسع شوي إلى غاية 81 بعد الانكشاف الشهير، فرض على الحركة الإسلامية في تونس باش تولي حركة سياسية، وغيرت اسمها باعتبار من جماعة الإسلامية في تونس إلى حركة التجاه الإسلامي. ثم انطلقت المعاناة في الفترة هذه كمان من 81، وقت اللي جاء الشيخ محمد شمام تغير نمط العمل الإسلامي وأساليبه وحتى اتساع رقعته، لأن وقت احنا كنا نجتهد بالرغم من صغر سننا وقلت علمنا وقلت من تجربتنا، يدفع فينا الشيخ محمد شمام إلى إلقاء دروس في المساجد ودعوة الناس من للصلاة. وبك التجربة هذيك وتنامي الوعي عندنا، أصبح من الضرورة من فتح مجالات أخرى للعمل الإسلامي وللدعوة. تأسست العمل النسائي وتأسس عمل اجتماعي يهتم أساساً في المرحلة هذيك بالتلامذة المعوزين واللي ما عندهمش من يسكنوا وكذا، ثم أصبح عمل ثقافي معنا وولت مهرجانات وولت حفلات والنشط والعراس والنشط المآتم إلى غير ذلك، إلى أن وقع الانكشاف هذاك في 81، وفرض على الجماعة الإسلامية بتونس أن تغير منهجيتها 180 درجة، أصبح عمل سياسي. وانخرطت ثم انخرطت في منظومة العمل السياسي إلى أن الباقي تعرفوه مش نفصله، الناس كلها تتحدث فيه بعد 81. على الذكر أنا في عام 80 في بدايته أسست مكتبة النور الإسلامي، أنا الوالد عنده مكتبة رحمه الله، عملت مكتبة وتختص، هي مكتبة في العموم أما تختص بالكتاب الإسلامي، وكنا وقتها نجيب الكتب من عند الشيخ محمد العكروت من جابس، ونجيبه في الكتب من مكتبة الهدى ومكتبة التجديد بتاع اليسار الإسلامي وقتها غير كي نبعث. وبعدها وليت نمشي نجيب الكتب من دار الراية، نتقابل أنا الشيخ عبد الفتاح مور الله يرحمه، الله يطول عمره في الخير إن شاء الله، في بعد صلاة الفجر ونمشي للدبو تاع مكتبة دار الراية ونجيب الكتب. وقتها نحمل فيها على ظهري أنا من باب العلوج أنا حتى المحطة تاع الكافي باب عليوة وأنا نكالي الفجر في الكتب. والحمد لله كان عندها صيت الكتابات هذيك، كانت صغيرة وبخست الثمن، الناس كنت أنا تقدر عليها حتى تلامذة كتاب 50 فرنك ومئة فرنك ومئة وخمسين، وكانت عندها وقع إيجابي جدا، الأربعين النووية وكنوز السنة وكتابات الصغار هذيك، كانت عندها معناها تأثير كبير. وانتشر العمل الإسلامي وأصبح معناها التجارة الإسلامية رقم في تونس معناها إلى هذه الساعة. 81 وقت اللي وقع الانكشاف في تونس، بورقيبة حب يعمل حملة
على الإسلاميين، هو ما بطبيعته في تناقض صارخ مع الإسلاميين، هو من وراثة كمال أتاتورك وعلماني وحارب الدين أيما حرب. وبورقيبة له تاريخ أظلم وأسود مع الإسلام، وقت يتسلم بورقيبة السلطة أغلق جامع زيتونة اللي كانت المنارة الوحيدة في العالم الإسلامي. جامع زيتونة تبنى قبل جامع الأزهر تقريبا حوالي 125 عام، وأغلق الكتاتيب وأغلق المدارس القرآنية وسفر النساء. حمل حملة كبيرة وطاح فيها برؤوس رواد العمل الإسلامي، وانطلقت المحاكمة في سنة 81، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. احنا وقتها ايش نعمل؟ نعمل في دريسات في المساجد ونرجعوا في الناس إلى الله ردا جميلا، نرجعوا فيهم للصلاة ونرجعوا فيهم للصوم، ونحاولوا باش نحموا عرضنا وديننا وشرفنا. حاكمت عام 81 في قفصة مع فلة من الإخوة، الذاكرة ما عادتش عندي. تحاكمنا وقتها بخمس سنوات في قفص، ثم استأنفنا لصفاقس من الخمس سنوات بقدرة قادر أصبحت ستة أشهر، عدينا ستة شهور هذيك وخرجنا. ومن الوقت ذاك بقينا ملاحقين ومنظمين في حياتنا وفي عيشنا وفي سلوكنا اليومي، والحمد لله.